متابعونا متابع في الجول، اهلا بيكم في حوار جديد. وضيفنا النهارده هو بطل موقعة الحسم لدوري كرة الطائرة للعام الثاني على التوالي، كابتن محمد مصطفى نعبة. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، نورنا اولا في الجول، ومبروك دوري كرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي. الله يبارك فيك، والحمد لله يعني على كرم ربنا. الحمد لله. التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي ده حاجة بتحصل في الزمالك من لأول مرة من سنة 97 و98. إيه اللي حصل خلى الكرة الطايرة في الزمالك تزدهر في آخر سنتين بعد سنوات من السيطرة الأهلوية يعني على البطولات؟ بصوا، السنة اللي فاتت كنا برضو بنمر في الأول بظروف صعبة جدا، خسرنا خسارات يعني مستويات أقل مننا بكتير، كان في دروب جامد. وقفنا مع بعض، المجلس الإدارة دعمنا باتنين محترفين، قدرنا نجمع ما بين الدوري والكاس. كنا المفروض نبني على الكلام ده طبعا السنة دي، بس حصل برضو ظروف في النادي وما قدرش ان احنا نجيب المحترفين اللي هم اللي قدروا ان احنا يكسبوا معانا يعني في الثنائية بتاعت السنة اللي فاتت. كملنا محليين. الفوز السنة دي ليه طعم خاص خالص يعني بجد، يعني اللي هو كل الناس كانت على طول مشككة، ما فيش محترفين، انت هتخسر كده كده من الاهلي، فرقتك اقل منهم كتير، السكواد بتاعك اقل، الناس هناك منتخب مصر كلهم ال 14 لعيب كبار وصغيرين وكل حاجة، انت عندك يا دوبك 6-7 لعيبة، طبعا كلهم طبعا اسماء كبيرة وكل حاجة، بس يعني الجاهزية كان من اول السيزون ما كانش على اكمل وجه، فصفصفت على 7-8 لعيبة. الكويس في الموضوع ان احنا وقفنا يعني وقفة رجل واحد زي ما بيقولوا، احنا هنكسب يعني هنكسب ان شاء الله يعني طبعا، بس اللي هو احنا كان قلبنا على قلب بعض بجد، الناس بدون مبالغة ما حدش قصر خالص، اللي ما بيلعبش قبل اللي بيلعب، الناس التزمت في التمرين، التزموا في كل حاجة مع قلة الإمكانيات جدا. أتحدى أي فرقة في مصر تقدر تستحمل الضغوطات ماديا أو عدم تدعيم أو أي حاجة من دي، ضغوط جماهيري طبعا، أنت بتلعب في نادي كبير وباسم كبير وجماهيره كبيرة، كل ماتش انت بتلعب عليه ولازم تكسبه، اهلي بقى ايا كان اللي قدامك انت لازم تكسب. كابتن لعبة، هاخد من كلامك واشوف كده مع بعض الارقام، بتقول فعلا السنه دي ان الاهلي كسب الزمالك 5 مرات في مختلف البطولات في الموسم، ويجي في الماتشين الحاسمين اللي بيحددوا لقب الدوري الزمالك بيتاخر بشوط في اول مباراه، ثم العوده بقى الرائعه للزمالك والفوز في المباراتين والتتويج بالدوري. ايه اللي حصل خلال الفترة دي خلى الاهلي يكون هو المتفوق في البداية وفي النهاية يكون الحسم للزمالك؟ ما اللعيبة هي، هل قائمة الزمالك اتقل من الاهلي؟ ما اعتقدش. طب ازاي، ايه اللي حصل وخلى ان الزمالك يفوز في النهاية على الاهلي؟ والله احنا احنا كنا عارفين ان احنا هنلعب بعض كتير قوي من اول السنة، وكنا محددين الهدف، هدفنا انت عايز تكسب ماتشات، عدد كتير من الماتشات اللي عايز تاخد البطوله، احنا عشان احنا ما معناش محترفين وفي قله امكانيات شويه، كنا احنا بناخد عليهم في الماتشات، يعني احنا كنا تقريبا قعدنا شهرين لعبناهم 4 مرات تقريبا، او شهر ونص لعبناهم 4 مرات، كنا بنقابل بعض كتير، ذاكرنا كويس قوي الفرقه اللي قدامنا، عرفنا نقط القوه ونقط الضعف، قعدنا نشتغل عليها، غير طبعا بعد اعتذار كابتن شريف عن تكمله المهمه بتاعته في التدريب ومسك كابتن عاشور، يعني كابتن عاشور كان بالنسبه لي اكتر من هو مدرب، هو معالج نفسي. اللعيبه ما بتقبضش، في مشاكل فعلا كبيره جدا جدا جدا، ما فيش فلوس حتى معسكرات ولا اي حاجه من دي، بنروح على الماتش والموضوع صعب جدا، فكل الضغوط دوت ولد عندنا طاقة إيجابية مش طاقة سلبية، احنا ما حدش فينا رمى الفوطة، كلنا اشتغلنا لحد آخر نفس، ما حدش خلاص سأل في وقت من الأوقات قبل الماتشات، قبل السيمي فاينال بالظبط بتاع الدوري والكاس، ما حدش سأل على فلوس أو ولا على معسكر ولا على أي حاجة من دي، احنا عايزين نكسب بس.